في تركستان التي تمتد من نهري سيحون وجيحون، وفي كنف شيخ جليل من كبار فقهاء عصره يدعى محمد بن أحمد السمرقندي، ولدت فتاة أسماها فاطمة. لما تفقهت في الدين وملكت نواصي علومه، بات والدها يعرض عليها الفتاوى التي تتضمن الأسئلة التي تأتيه من أنحاء البلاد. وكانت للسمرقندي حلقة يلتئم شملها كل يوم تضم طلابا للعلم، تميز منهم أبو بكر بن مسعود بن الكاساني الذي لازم شيخه وتفرغ لشرح كتابه تحفة الفقهاء في مصنف أسماه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. أعجب السمرقندي بالكتاب ومؤلفه إعجابا شديدا، فزوجه ابنته فاطمة وجعل الكتاب مهرها، فقال الناس متندرين شرح تحفته فزوجه ابنته.